الفرق بين الاهلي في الموسم الماضي والموسم ده في التعامل مع سان داونز بسيط جدا. السنه دي الاهلي عنده مدير فني. اهلا بيكم في حلقه جديده من سبوره في الجول، واللي هنتكلم فيها عن ازاي ريني فايلر سير المباراه مع سان داونز لنتيجه 1-1 اللي منحت الاهلي التاهل لدوري ابطال افريقيا نصف النهائي. خلينا الاول قبل ما نتكلم عن الطريقه اللي لعب بيها فايلر في المباراه دي نعمل فلاش باك، نتفرج على ازاي سان داونز كسب الاهلي 5 عشان نعرف فايلر حضر فرقته ازاي لمباراه 1-1. في مباراه 5 ده الشكل اللي كان بيلعب بيه سان داونز، ارتكاز وارتكاز تاني لكن بيميل ناحيه الشمال، مهاجم ومهاجم متاخر بيميل برده ناحيه الشمال عشان الفرقه تعمل اوفرلود في الجبهه دي. الراجل الارتكاز اللي بيزيد بالشكل ده في هجمات فريق سان داونز ببساطه كان بياخد انتباه الجناح الايمن للاهلي، وبالتالي كان بتتفتحت المساحه للظهير الايسر لسان داونز عشان يطير فيها، وعشان تفضي مساحه اكتر واكتر كمان للظهير الايسر لسان داونز كان الجناح الايسر للفريق بيخش القلب بالشكل ده بحيث انه يشد معاه الباك اليمين للاهلي فتتفتح المساحه دي تماما للظهير الايسر لسان داونز. واللي اتفرج على ماتش 5 بالتاكيد يفتكر ان الجول الاول جه بالطريقه دي، الجول التالي جه من فاول بالطريقه دي او من نفس المنطقه دي، وبنفس الطريقه هدد فريق سان داونز الاهلي اكتر من مره، وحتى لما كان بيهاجم من ناحيه اليمين كان بيبقى التفكير ان اللعيبه كلها تشد بعض للناحيه دي علشان تفتح مساحه للراجل ده او للراجل ده بانهم ينفردوا ويسجلوا اهداف اكتر واكتر في مباراه كانت صعبه جدا على الاهلي. عشان كده فايلر لما نزل مباراه الاياب امام سان داونز فكر في حلين مهمين جدا. الحل الاول وهو جيرالدو مطلوب منه انه ما يتصرفش كجناح يمين، دوره انه يغطي مع لعيبه وسط الملعب بالشكل ده ويقف في المنطقه دي كاي جناح يمين طبيعي زي حسين الشحات مثلا، لا يلعب بعقليه باك يمين وبالتالي يبروجكت او يقفل المساحات البوتنشال اللي ممكن تتفتح للظهير الايسر لفريق سان داونز، بمعنى ان احمد فتحي خد حريتك خالص مع الجناح الشمال لفريق سان داونز لان جيرالدو راجع بالظهير بالمنظر ده قافل عليه المساحات دي، فاي باص محتمل مقفول عن طريق جيرالدو. دي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية كانت وجود محمود متولي في أرض الملعب. محمود متولي كان دوره كلاعب ارتكاز إنه يزيد في العمق فيدي فرصة لأحمد فتحي إن لو في زيادة عددية على الأهلي من وسط الملعب والراجل ده عامل نفسه بيحاول يبعد أحمد فتحي ما يروحش معاه، أحمد فتحي ياخد المهاجم المتأخر لفريق سان داونز، أو أحمد فتحي يطير براحته لأن محمود متولي لما يرجع في العمق يدي مساحة لرامي ربيعة إنه يميل براحته فيقفل على الراجل اللي بيحاول يزيد وبيحاول يسرق نفسه بين خطوط الأهلي. فمحمود متولي إدى الأهلي عمق دفاعي جيد جدا. مع محمود متولي لعب اتنين مهمين جدا، لعب عمرو السولية والأهم كان أليو ديانج. الفكرة كان ممكن جدا ان أليو ديانج هو اللي يلعب هنا وعمرو السولية ومجدي قفشه اللي يلعب هنا، ومجدي قفشه كان بيقدر يلعب دور الارتكاز ده عادي في الفتره بتاعه بيراميدز وفي بعض المراحل كمان مع الاهلي مع ريني فايلر، لكن في الحقيقه مجدي قفشه ما عندوش النفس اللي يخليه يبقى متواجد في الاماكن دي وفي نفس الوقت السرعه اللي تخليه يرتد ياخد انتباه الراجل ده، بمعنى ان أليو ديانج لما نزل عشان دور مهم جدا. سان داونز في مباراه 5 لعبوا كرات طولية كتير جدا على الأهلي، الكرات الطولية دي خلقت مساحات وخلقت فرص كتير جدا في ظهر علي معلول وفي ظهر محمد هاني في الشوط الأول وأحمد فتحي في الشوط الثاني لما لعب باك يمين، وبالتالي كان الحل اللي عند ريني فايلر إن احنا نقتل الموضوع ده من منشأه، نقتل الكرة الطولية بإن احنا نخلي أليو ديانج مع أليو بادجي، وأليو بادجي يقدر يستخدم البرجل الواسع بتاعه في انه يغطي الاثنين سنتر باكات او حتى كي كان لاعب الارتكاز بالشكل ده، وأليو ديانج يزيد معاه لو اللعب موجود عند السنتر باك اللي في ناحيه الشمال، او أليو ديانج ياخد هو كي كان وأليو بادجي ياخد الاثنين دول الباك اليمين والسنتر باك بتاع فريق سان داونز، فتقلل فرصه الفريق الجنوب افريقي في صناعه الكرات الطوليه. في نفس الوقت انت عندك السرعه الكافيه كأليو ديانج انك ترتد علشان خاطر ما يتعملش على الاهلي اي زياده عدديه. ده الشكل اللي فكر الاهلي فيه انه يلعب بيه امام فريق سان داونز واللي كان ناجح الى حد كبير في الواجبات الدفاعيه. يظل الفريق
في امس الاحتياج ليه انه يلعب بقوه اكتر من كده. ياسر ابراهيم ورامي ربيعه ما ينفعش ابدا ان يضربوا بكره طوليه والاهلي بيلعب بدفاع منخفض، لازم دايما يكونوا عاملين حسابهم ان الكرات دي واحد فيهم عنده شويه ميل قادر ان هو يبقى موجه زميله علشان خاطر الميل ده ما يتحولش لضرب ومصيده التسلل علشان خاطر ياخد الكره الطوليه. عمرو السوليه ما ينفعش يخسر الالتحامات في وسط الملعب. عمرو السوليه عمل مباراه كبيره جدا، لكن في بعض الاحيان كنت بحس انه محتاج يبقى عنده سرعه اكبر من كده عشان ينضم مع ديانج في الضغط على الخصم فيمنع فريق سان داونز من ارسال الكرات الطوليه اللي هددت الاهلي في اكتر من مره واللي تالق في التصدي ليها وحمايه دفاعه محمد الشناوي. الشوط الثاني كمان اثبت قد ايه الاهلي بيمتلك مدير فني كبير قادر يقرا الملعب بشكل اكتر من ممتاز. اللي حصل في الشوط الثاني ان طبعا سان داونز متسربع وبالتالي عايز يبتدي لعبه بشكل اسرع، فكان بيبتدي الهجمات بتاعته عن طريق ظاهرين الجنب اللي بيطيروا بالمنظر ده ومعاهم الكوره. الفكره ان سان داونز دايما بيحبوا يتدرجوا بالكوره من الجناح للعمق، من الجناح للعمق، فهو فكر بشكل اكتر من ممتاز، طب ما تيجي نقفل عليهم الجناح بنزول محمد هاني وبنزول ايمن اشرف مع نقل فتحي مع نقل علي معلول مع خروج محمود متولي علشان نقفل اكتر على الناس اللي بتبتدي اللعب في فريق سان داونز، بالذات مع الاخذ في الحسبان ان اجاي وان حسين الشحات قادرين على ان هم يرتدوا ويعملوا الواجبات الدفاعيه بالشكل ده، فكان الاهلي قوي جدا. النقطه الاخيره بقى اللي معانا هي شخصيه الاهلي. ممتاز ان في الشوط الاول تحديدا قدر الاهلي يجمع اللعب في الناحية الشمال في اكتر من مرة وفي الناحية اليمين في اكتر من مرة بين 3 لعيبة او 4 لعيبة، لان اللي حصل ده قدر انه يكسر رتم سان داونز، قدر يخلي سان داونز هددك صحيح لكن ما كانش متحكم 100% في المباراة، ما كانش طول الوقت قادر يهددك، ما كانش مكتشف ثغر عندك وقادر يفضل يضرب فيها زي مباراة الخمسة ما حصلت، وبالتالي قدر الاهلي انه يكون بيتحكم في ايقاع اللعب حتى لو بالاسلوب الدفاعي زي ما سان داونز بيتحكم في ايقاع اللعب هجوميا، فحصلت الكفه تعادلت ونجح الاهلي في تسيير المباراه الى ما اراده ونجح في الحصول على بطاقه التاهل المهمه جدا الى نصف النهائي. وقبل ما ننهي بقى خلينا نلعب مع بعض لعبه بسيطه كده في الكومنتات، هقول لكم على اسم بني ادم وقولوا لي اول حاجه بتيجي في دماغكم ايه. اول اسم هقول لكم عليه هو محمد الشناوي، تاني اسم هقول لكم عليه هو اليو بادجي، تالت اسم هقول لكم عليه حسين الشحات. اول حاجه بتيجي في دماغك لما بتسمع اسم من الاسماء دي ايه قولوا لنا في الكومنتات، واستنونا في حلقه جديده من صبور الفلوس.